المحطة الأخيرة من دبي، حيث شهد مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات كرنفال بيج براند سميجا 2009، كرنفال التنزيلات المرتقبة لربيع 2009 والتي نظمتها شركة انتر براندز كوربوريشن. تضمن الكرنفال تنزيلات كبرى غير مسبوقة على المنتوجات، من بينها العطور والحقائب والساعات والنظارات الشمسية والأحذية والملابس، إلى جانب عدد من المنتوجات الأخرى. المعرض جميل ما شاء الله، وهذا المعارض متعودين عليها طبعا في دولة الإمارات على البراندز، كون المحلات الكثيرة يعني البراندز موجودة في دولة الإمارات، فبالعادة يعني المعارض هذه اللي تقام هي لجذب أكبر عدد من الزوار وتعويدهم على اقتناء البراندز، فهذه المعارض مكملة للمحلات التجارية القائمة في الدولة. طبعا ما في شك خصومات كثير منيحة وكثير مهمة، مشجعة لكل أهل دبي، بتفرج من الحشد الموجود يلي هون إنه دبي بعدها مثل ما بقولوا سيتي، فيها حركة وفيها ازدهار. لا، أسعارها كلها كويسة بس يعني حاجات محدودة، ما فيش فرايتيز كتيرة بالنسبة لكل براند أو للموديلات. بهذا القدر من الأخبار والأحداث الإماراتية نصل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، برنامج صدى الإمارات. لا تنسوا أحداث وأخبار جديدة ترقبوها يوم الاثنين المقبل بإذن الله. حتى الملتقى، هذه تحية مني ومن فريق العمل المتميز، في أمان الله وحفظه.